8:11 دقيقة، نهاركم زين الناس الكل. شنو استوديو نور؟ شنو انا تلمون توحشت باش نرحب بيه على هذه الطريقة. مرحبا، نستسمحكم لإلقاء كلمة الترحيب باللغة الفرنكوفونية. يلا باللغة الفرنكوفونية باش نرحب على طريقة السيدة نجلاء بودن بسي محمد بوغلاب. بونجور، صباح الخير. هي فما لغة فرنكوفونية؟ حاشاكم ما وحاش السامعين. هين ندبهم تو رئيسة حكومة في مناسبة، أني ما نعرفش شنو المناسبة لأني ما عادش نهتم بالحكاية هذه الفارغة هذه، أما على الأقل تستشير من حولها. مو عندها شكون مستشارين وعندها شكون ليه بالإعلام؟ أخي تفهم خير، نفهموا خير من رئيس الحكومة. نفهموا وش فيه؟ بكنا ولاد تسعة وربي أعطانا طاسة المخ هذه باش نفهموا. هي ما تعرفش تحكي بالإنجليزي بالفرنسي. لا هي ما تعرفش، هي بالفرنسوية معناها تو ربي نهرو، ما تعرفش تتكلم بالعربي، ما تعرفش. هي تفكر بالفرنسي بالأعجمي وتتكلم بالعربي. مع الأقل هي كاتبة كل شيء إلا هذيك أستسمحكم، هي كاتبة كل شيء إلا أستسمحكم، فزدتها غادي. نورمال ما يعني الطزة هذيك ما تعملهاش، راهي كتبوها لها أستسمحكم يعني لإلقاء الكلمة الترحيبية باللغة الفرنسية نكتور على السطر. باللغة الفرنكوفونية برا سيدي. اي سيدي مرحبا بيك، نرحب بيك على طريقه اللي معناها يقول فنثر ومش فايق. الواو والهي والهاء، ايش نحوالك؟ توحشناك خويا، تعيشك يا امين. حتى لي توحشتكم برشا. والله يراو تليفوناتنا برشا يتصلوا من المواطنين خاصه متابعينا. وين هوك سي محمد؟ الحمد لله على سلامتك قبل كل شيء، ونتمنى لك كل الشفاء والصحه جيده لك وللعائله الكل. قولك ما فاتك شيء، معناها ما فاتك شيء، معناها تبدلت حياتنا وتبدل برش حاجات. هكا احلام قصت شعرها سيد علي، معناتها هز صحته شويه. انا سالته شفته هز صحته، قلت له عرست قليله. على كل هو تقريبا هذا هو بصدد التحضيرات، بصدد التحضيرات بروجريس. نمشيو كالعاده باش نتابعوا كل ما يهم البلاد بطبيعه الحال. نمشيو ترانس تو سويت. ترانس البارحة اللي شفنا تقريبا رئيس الجمهورية اللي فصل في موضوع الهجرة غير النظامية وموقف تونس، لن نحرس إلا حدودنا والتوطين مرفوض. اللي باش نسمعوا تو سويت الموقف هذايا اللي قاروا البارح رئيس الجمهورية قدام وزير الداخلية الفرنسي والألماني. أنني أعبر من جديد عن أن تونس لا يمكن أن تكون حارسة إلا لحدودها، ولا نقبل أيضا أن نكون بلدا للتوطين. وللأسف بعض التصريحات التي صدرت عن بعض المسؤولين تشير إلى سياسة غير مقبولة على أي مقياس من المقاييس، بالرغم من أن المعاملة التي يجدها هؤلاء البؤساء والفقراء القادمون من البلدان الساحل والصحراء، هذه المعاملة في تونس هي معاملة إنسانية أفضل بكثير من المعاملة التي يجدها هؤلاء في عديد الدول الأخرى. ولننظر معا بصفة واقعية ولنواجه الحقائق معا بنفس النظرة للخروج من هذه الدائرة المغلقة المكرة للأسباب. هناك شبكات إجرامية تتاجر بالبشر وبأعضاء البشر جنوب المتوسط، ولكن أيضا شمال المتوسط، فلنعمل على تفكيكها ولنعمل على القضاء على الأسباب التي
أدت إلى هذا الوضع أن ثمنة باخرة البحرية يمكن أن يكون مصدرا للثروة. الحلول الأمنية ضرورية، ولكن هذه الحلول الأمنية لم تؤدي للأسف إلا إلى مزيد تفاقم الأوضاع. ومنذ أيام قليلة تعلمون جيدا ما حصل في عرض سواحل اليونان. فلا تقريبا ذي أهم قال وموقف حسم رئيس الجمهورية، موقفه من احنا تونس تكونوا حراس حدود ام لا، خاصة بعد تصريحات وزير الخارجية البلجيكي. كلمة حسم هذه سمعتها في كذا من برين، شنو حسم بالضبط؟ تساءل معك محمد الحسم. بها عندي ملاحظة من الأول، يعني على حكاية انه قبل وزير داخلية فرنسا والمانيا. انت كان لاحظت معناها فرنسا غايبة تماما على المشهد فيما يتعلق بعلاقة الاتحاد الأوروبي وأوروبا عموما بتونس، لاحظتها ولا؟ إيطاليا متصدرة، لأنه إيطاليا هي تفاوض حسب ما يقال، هي تفاوض في ملف الهجرة غير نظامية، يعني على الاتحاد الأوروبي. ما هي المتضرر لولين؟ لأنه هي لونتين، هي الهوت سبوت، يعني يجيوها لها هي كما يجيو لليونان، يعني ويجيو لإسبانيا. إيطاليا بما انها هي تولي اخذت الملف، قالت للاوروبيين اتكوا على جنب اني تو نفاوض التوانسه تو نقنح. فرنسا هوني متخبي، هي عارفه لان فرنسا ضمنيا التوانسه اللي طالعين مش ماشيين لايطاليا، جينا لها هي، تقول لك خلي الطليان يفاوضوا، واحنا كان جاتنا في شويه فلوس مش مشكله تو ندفعوا. اللقاء هذا متاع البارح هذا اللقاء مؤجل، لانه كان يفترض قبل فتره انه باش يجي وزير داخليه ايطاليا وزير وزيري داخليه فرنسا والمانيا ثلاثه مع بعض. قيس سعيد رفض يقبله مع بعض، قال اني ما عنديش ازمه معناها تتطلب انه ثلاثه وزراء داخليه اوروبيين جايين مع بعض، رفض استقبالهم. كيفاش نجموا نقراو هذا الرفض؟ هاني جيتك، هاني حطيت التفسير. هو مقبل كان وزير داخلية إيطالي، لكن قبله بعد ما وخر له الموعد ثلاثة ولا أربعة أيام، ومشيت التعليمات لإبراهيم بودربالة رئيس مجلس النواب اللي ضمن لروحه يعني رئاسة لمدة 5 سنين. مو سفير ألمانيا طلب مقابلته، هذيك اللي صارت فيها الفضيحة، قد بلغوا يعني تهاني رئيس البرلمان الألماني، هو مسمين واحد خرج من البرلمان عام 17 وعادي، وقت اللي المستشارة الإعلامية متاع رئيس مجلس النواب هاي في مهرجان لاسبو، هاي في مهرجان في جربة متاع السينما، ما عرفتش وقتش يستشير فيها في الاتصال. ممكن جدا هذيك كهو تقريبا وزارة الداخلية اللي تهبط بلاغ وبعد تعمل موديفي وتهبط موقبل له سفير ألمانيا وسفير أمريكا سي إبراهيم بودربال، أما ما قبلهمش يعني بمجرد أنهم قبل طلبوا مقابلته، خلاهم مشورهم شوي، وذاك علاش صار نوع من البرود في علاقات يعني تونس بألمانيا وتونس بفرنسا بسبب رفض الرئاسة استقبال وزير الداخلية. به الرئيس قبلهم البارح وزير الداخلية ألمانيا وفرنسا، شو اللي قاله الرئيس؟ قال الكلام هذا هو يعود فيه طبعا عنده مدة، سواء مكتوب المرة هذه بالصوت، قال لن نقبل أن نكون يعني حراسا لغير حدودنا. هو شكون طلب منه باش يكون يعني؟ لعل الطليان قالوا جي على حدنا احنا حرسنا، طلب منه حد لا 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 سمحني، هذا كلام فيه معناها مكر وفيه معناها مناورة. انت شنو اللي تعمل فيه تو؟ هو قال حاجتين، ما نكونوش عساسة على يعني حدود غيرنا، وما نكون وما نقبلوش التوطين. وقت اللي تو فلوكة فيها 50 واحد 50 افريقي، الحرس البحري يعترضها. شو معناه؟ هما الطليان والأوروبيين طالبين حاجة أخرى، هما طالبين هذاك أنك ما تخلي حتى واحد يفوت حدودك، ما يوصل لهمش. كيفاش تسميها أنك تحرس حدودك تحرس حدودهم؟ ما عندهاش قيمة.
نوع من التفقه اللغوي لا قيمة له. كي تمنحهم انت باش يحرقوا وترجعهم لتونس بعد شو تعمل فيهم؟ قلت لن نقبل التوطين. لا التوطين ايه؟ انت منعتهم من انهم يحرقوا رجعتهم لتونس اي وبعد. فما مسألة أخرى رو ما عدا الناس اللي في البحر هذوما اللي باش يخرجوا من مسافة تونسية، الناس اللي وصلوا وباش يرجعوهم خلينا في هذم من نقطة العبور أو نقطة الانطلاق، خلينا في هذم اللي يجيوا يحرقوا وأنت تمنحهم وترجعهم عندك، هذوك ما شو مصيرهم؟ والحقيقة الكلام اللي قالوا اللي احنا يعني الظروف اللي نقبلوا فيها الأفارقة يعني ظروف إنسانية وأفضل من عديد الدول تضحك. احنا كي واحد فيهم يمرض يمشي للسبيطار ما عنده حتى ورقة وما عندوش فلوس يداوي، اذا عنده صغار تقبلهم مدارسنا العمومية، عندنا جمعيات يعني تعطيه الماكلة وتلبسه توفر له السكن، شو هي الظروف الانسانية؟ ما فهم حتى ظروف انسانية، احنا ما فهم حتى اطار قانوني ومجتمعيا ما احناش قابلينهم بشكل عام. هذاك علاش هما اللي ما عندوش فلوس في ظروف تعيسة. اما الامر الواقع توا احنا نحرسوا في حدودهم لانه نمنعوا لانهم يغادروا مهن الاقليمي، هذاك اش طالبين ومش طالبين حاجه اخرى، ما قالكش اجي اكون حرص على حدوديين اكتفي بهذاك، هذاك اش طالب حاجه ثانيه إيه ترفض التوطين إيه انت كي ترجعهم عندك تفهمتش معاهم شو مصيرهم كيف وين مش ترحلهم؟ الا يقول لك اني جاي من السودان ما تنجمش ترجعه، قلك بلادي فيها حرب اهلي كيفاش باش نرجع؟ انا فما 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 منظمات اللي هي تعتني بالجانب هذا وانه كل ملف اي مو فما سمعتش انت نهار قال حرف على الموضوع هذا، سمعتش اللي هي عندها دور هما وقت اللي عملوا وقت الاعتصام قدام مفوضيه اللاجئين في البحيره ما كنتش شنو صار، دار تكسروا في كراب كي تم فض اعتصامهم، دار ضرب يعني للكراب بالحجر واعتداوا على ممتلكات التوانسه. هذا موضوع خطير خطير بالجمعاني يعني الأهمية والخطورة. هذم الأفارقة اللي عندك انت تمنحهم من المغادرة كي ترجعهم عندك انت محضر بوين مش تحطهم. اما فما معناتها الموقف فما اللي يعتبره انه واضح وفما اللي يعتبره من جهة اخرى اللي هو مناورة سياسية في التفاوض مع الجانب الأوروبي، لانه بعض الملاليم اللي هي لا تحترم دولة كيما تونس اللي قاعد يقدم فيها الاتحاد الأوروبي معناها ولا تضحك كورتوا معناها هو بشي شد جول تقريبا نفس المونتون اللي هو بشي تونس في تعاطي مع هذا الملف. إيطاليا في حد ذاتها اللي هي على رأس القاطرة، إيطاليا تاخو في دعم من الاتحاد الأوروبي في ملف الهجرة 3 أو 6 مرات قد ميزانية تونس في العام. بعض الملاليم هذا ما تراش انه تتيح قدر لتونس في حد ذاته هو يجيب شو يجيب هاوزوز فرانك معناها احنا وصلنا رواحنا اذا مش ناخذ الامور بالحساسيه نتاع انا قدر فيش عندنا قدر ابره نتاع ما كنت خياطه في معمل كي تتكسر يلزم توردها من البر انت انا هو القدر اللي تحكي عليه هذا ينجم يكون يدخل في جانب المناورة الدبلوماسية في ملف الهجرة. الرئيس مش من نوع اللي الرئيس معناها مانيبيولاتور، لكن مناور ليه هو عنده أفكار جاهزة ديما يعاود فيها ما تقلقش روحك، نفس الأفكار في الموضوع هذايا يقول يعني يلزم مقاربة جديدة. شنو هي المقاربة الجديدة؟ انت قدامك يعني وزير الداخلية ألمانيا وزير داخلية فرنسا زوز وزارة داخلية تقول لهم مقاربة جديدة شنية بالنسبة لهم ضد هو ما... ليه اللي كان سائد كيف في ما مشاوش التعامل. قابلوا وزير الاقتصاد من بعد قابلوا وزير الداخلية وعملوا ندوة صحفية قالوا ما عطينا لتونس 25 مليار مليون أورو هكا ولا في الشنوة اللي دعم يعني مكافحة الهجرة غير النظامية المقاربة الأمنية. المقاربة الأخرى اللي يحكي عليها الرئيس هي المقاربة بتعقلك معالجة الأسباب. معالجة الأسباب الرئيس يسأل روحه علاش التوانسة قبل لا نحكي على فارقة علاش التوانسة يهجوا من البلاد ما يسألش خلنا بدأوا احنا يعني بهمنا الداخلي الناس تهج من بلدانها وقت ما حكامها يتضبعوا عليهم وقت ما الحياة تستحيل عندهم. أوروبا تعمل لك مشاريع
المشاريع بالطريقة الأوروبية لقاعدة صايرة في السنوات الأخيرة، الفلوس وين تتصرف؟ كيما 900 مليون أورو اللي أعلنوا عليها في إعلان النوايا وقت ما قابلوا الرئيس، تتصرف على الخبراء الأوروبيين وعلى كبار موظفي الإدارة التونسية اللي يخدموا في المشاريع هذيك. والدليل أنه فماش نتائج، والكلام اللي يتقال على تحويل الديون إلى استثمارات كله بلوط، كله دقة نحنك. أنا بالأرقام كان واحد توا يعطينا يقول لنا فرنسا وإيطاليا وإنجلترا حولتش دين حتى كيكون بعشرة دينارات بعشرة أوروات إلى استثمار، لم رغم اللي أعلنوا عليه رؤساء، أعلن عليه أولاند وأعلن عليه ماكرون بالنسبة لفرنسا، كله كلام هزوا الريح. زوز أسباب، بيروقراطية تونس وبيروقراطية الدول هذية، ما ثم حتى دين فرنسا. سميت لك ثلاثة دول اللي ما نجمت تتحول حتى دين إلى استثمار. المشكلة مش في الكلام، تو في الكلام قول احنا أما من غير المعقول شنقعد وزادة طريقة التعامل بهذه الدول. لأن شفنا وقت اللي كي تحب تتحرك الدول هذه مع الدول الأخرى تتحرك في هذا الملف. فقط حبيت نعطيك معناتها الصحافة الألمانية شو اللي قاعد تكتب، وهذا هبطتو تونيزي تيليغراف عودة على صحيفة، سلموا عليه برشا سي جمال، على صحيفة دي فيلت الألمانية في تقريرها أو حول زيارة وزيرة الداخلية الألمانية مع نظيرها التونسي ورئيس قيس سعيد، سبل لإنهاء الوفيات المروعة في البحر المتوسط، وتريد تسهيل عملية الترحيل وإعطاء العمال المزيد من فرص الهجرة إلى ألمانيا للعمل. ووزيرة الداخلية الاتحادية حكيت على احتمالات التواصل لاتفاق مستقبلي بشأن قضايا الهجرة في تونس يتعلق بالمعابر الخطيرة مع القاطرات. قالت السياسة في الحزب الاشتراكي الديمقراطي في العاصمة تونس مهتمة أيضا بإنهاء الوفيات كيف ما قلنا في المتوسط. على خلفية زيارة هذه أو زيادة حادة في عدد المهاجرين اللي انطلقوا من تونس إلى أوروبا على متن قوارب، شد مليح سي محمد، هذي التقارير الألمانية، قوارب محلية الصنع من في النصف الأول من العام وفق للشرطة الفيدرالية، فإنه أحد أسباب ذلك هو تصريحات الرئيس سعيد التي أدت إلى موجة من العنف والمضايقات ضد الأهجار من أفريقيا جنوب الصحراء في فيفري. لكن الأزمة الاقتصادية في تونس دفعت زاد العديد من الأشخاص إلى ركوب القوارب. كان معدل الاعتراف بطالبي اللجوء من تونس مؤخرا أقل من 2%. على كل، والمقالة طويلة نجم تلقاه في تونسي تيليغراف. زيد كلمتين في الموضوع هذا. شوف، هو أنا مش القصد أنه تحميل كل الشرور والأثام لرئيس الدولة بتصريحاته ولا من غيرها. احنا السؤال، هل مجتمعنا قابل الافارقة اللي عندهم بشرة سوداء قابلهم في وسطهم ولا لا؟ بطريقة هذه نأكد لك اغلب المجتمع بتاعنا لا، بنسبة كبيرة جدا. وفما حكم مسبق، فما كنا بدي هي قولك لا للتوطين. سمحني، عليش هذا؟ عليش لا للتوطين؟ احنا رافضينهم الويه، احنا اولادنا يمشيوا حارقين ويستقروا. وعندهم عادات وتقاليد مختلفة، عادات وتقاليد مختلفة عطلين والألمان والأمريكان والكنديين. وعليش تحبون نتحملوا المسؤولية توا احنا في تونس كمجتمع؟ احنا حاضرين لهذا، احنا اقتصادنا في حاجة اليوم للعمال الأفارقة. هذا لازم يكون موضوع نقاش، مش متاع واحد كنعرة يعني مزاج هو شهوته، ما قالكش اعطيه بنتك ولا ناسبه. الحاجة الثانية، مش في الكلام، ألمانيا مثلا عندها سياسة هجرة مختلفة على بقية الدول الأوروبية، علاش ما تفوتش معاه الاستقبال يعني مهاجرين تونس بطريقة نظامية؟ ما ريت حتى خطوة في الاتجاه هذا. شبه ألمانيا تقبل فيهم سوريين وأفغان اللحنة، علاش ما فماش يعني خطوة تعملها تونس في الموضوع هذا؟ الحاجة الثالثة، اليونان 12 مليون كيفنا وقت اللي احتاجت أوروبا أعطتها 300 مليار دولار، احنا عطتنا بعض الفتات. مش بعض الفتات، قلت لك ما كي احنا نرضاو به. مسؤوليتنا احنا، هذا هو. هل كان على رئيس الجمهورية ربي يختم بحاجة؟ الرئيس هو مشال صفاقس، ما يسالش، يعاود يرجع لها ولا يبعث رئيس الحكومة يعني بعد ما تحيينا بالطريقة اللغة الفرنكوفونية. تمشي للعامرة وتمشي للجبنيانة وتقف على الناصية متاع الطريق، هو توا تراهم الكاميونات
اللي هازين الفلايك حديد مصنوعين في نفس الكاميونة الفلوكة ومعاها الافارقة لمش يحرقوا متعدين في الكياس يتشافوا بالعين المجردة. أنا راجعين مش نكملوا نحكيه في مختلف النقاط اللي تهم بلادنا بعد الأخبار.